السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ بصوا، احنا هنبتدي المحاضرة ديت ان شاء الله تاني سيستم. احنا خلصنا مع بعض ريسبيراتوري، هنبتدي مع بعض تاني سيستم اللي هو الجاسترونتستينال. طبعا احنا خدنا منه حاجات قبل كده وخدنا الاناتومو في السيرجي بتاعه. دلوقتي ان شاء الله هنبتدي مع بعض وهنفتكر كده حاجة بسيطة على الاناتوموفيسيولوجي. طبعا عشان ما يبقاش التحميل كتير عليه عشان عظام وصور، انا قسمته الاجزاء، يعني هاخد البارت الاولاني بس، هاخد حاجتين فيه والباقي هعملهولكم في العرض التاني. تمام كده؟ عشان بس تبقوا معانا. هنسمي الله كده وان شاء الله يا رب يكون الشرح واضح. ولو انتوا عايزين تفتحوا كتاب معاكم يا ريت نفتحه معاكم، لو انتوا حابين يعني عايزين تكتفوا بالباوربوينت مفيش مشاكل. تمام، نبتدي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنتكلم عن gastrointestinal system disorders. تمام، هنقول كده من العنوان بتاعنا expected objectives of the lectures of learning. ال expected outcome بتاعنا اول حاجة هنفتكرها كده مع بعض من غير ما نحطها. اول حاجة عندي 3 دومين هشتغل عليهم او 3 ليفل انا المفروض هنتعلم منهم، النوليدج والاتيتيود والبراكتس. تمام، دي الثلاث حاجات اللي احنا هنكتسبهم من المحاضره. النوليدج ان انا ديفاين الاكس ديفاين الجاسترونتستينال تراكت فانكشنز واعمل ريفيو للاناتومي والفيسيولوجي بتاعها. ان انا هعرف ايه تاني، هشوف الديس اوردرز الديزيز اللي عندي. بالنسبه للبراكتس انا هابلاي اعمل ابلاي او اسيسمنت للديزيز نفسه، ازاي اعمل اسيسمنت الجاسترونتستينال تراكت، ازاي انا اعمل early detections لاني problems عندي. الحاجة تانية من ضمن برضو البراكتس ان انا how to apply nursing performance ليها او nursing management ليها. الاتيتيود بتاعنا ازاي ان انا اتغير مع الاتيتيود بتاعي، هتعامل ازاي مع البيشنت مع الريلاتيفز، ازاي هدي هيلث ايديوكيشنز، ازاي هعمل مانجمنت، ازاي هعمل ميديكيشنز، كل الحاجات دي كلها. ازاي انا الانسر الكويشنز بتاعت البيشنت بتاعت الفاميلي، دي الثلاثه دومينز اللي انا هتعامل معاهم او ديت الاكسبكتد ليرنينج اوت كام. تمام، الاول معلش نرجع الصوره تاني. في عندي الصورة بتاعتي التنج والهوبرتويد جلاندز بتاعتي، ديت بالنسبة للأبر جاسترونتستينال تراكت. طبعا فيها سلايفري جلاند. سلايفري جلاند بتتكون من ايه؟ باراتويد جلاند، سابلينجوال جلاند، وساب مانديبولار جلاند. في عندي الأورال كافيتي والفارينكس، بعد كده بينزل الأوسوفيجس. أنا مبين لي الأوسوفيجس مكبرينها شوية. بنشوف الكاردياك أورفيس بتاعتها والبايلوريك سفنكترز والاستومك. يبقى أنا عندي الاستومك بيربط معايا الأوسوفيجس والاستومك بيربط لي بإيه؟ بكارديك أورفيس. خلاص، وعندي الاستومك والاستومك بيربط معاها اللي هي البايلوريك سفنكترز اللي هي بتخش لي بعد كده الديودينم وفي سمول انتستين. عندي طبعا الاكسسوري بتاعتي، عندي الليفرز في الجول بلادرز دي والبنكرياس، ديت الاكسسوري بتاعت الايه؟ الجاسترونتستينال تراكت. هنشوف هنا طبعا في اللور جاسترونتستينال تراكت السمول انتستين اللارج انتستين، وبتنتهي بالريكتم والانس. خلاص، ديت الاهم حاجه اللي احنا عايزين نراجعها بسرعه. انا مش هنشرح اناتومي وفيسيولوجي عشان ما نضيعش الوقت وما كترش الشرايح. انا بس يهمني ان انا اشوف بس الحاجات اللي هنعمل استرس عليها او هناخد الزيز عليها، هي دي اللي انا بتكلم عليها. عندي طبعا الاستومك بيبقى فيها اللي هي اللي بترتبط بالاسوفيجس، وعندي اللور اسوفيجس اسوفيجيال سفنكترز دوت اللي عليها السهم دوت، وبعدين الفندس والبايلوريك سفنكترز، وديت اللايننج اللايرز بتاعت الاستومك. خلاص، ده ترانسفيرس كولون وديسندنج والاسندنج كولون، بتنتهي بالابندكس اهيت وبالريكتوم بتاعتي والسيجمويد كولون. يبقى انا عندي ترانسفيرس كولون وديسندنج كولون واسندنج وسيجمويد كولون، بينتهي السيجمويد كولون بينتهي بالريكتوم، الاسندنج كولون بينتهي بالابندكس. تمام كده، الستراكشرز والفانكشنز بتاعت الجاسترونتستينال سيستم. مين فانكشنز بتاعتي مش هنتكلم خالص فيها ولا نخش في تفاصيل فيسيولوجي. اللي انا عايز اقوله سبلاي نيوترنت تو بودي سيلز، سهله دي، سبلاي نيوترنت تو بودي سيلز. البروسيس بتاعت دايجيشن والالمينيشن، اول حاجه انجيشن تيكينج ان فود، دايجيشن بريكنج داون اوف فود. دي اللي بيبتدي الانجيشن انا من خلال الماوس، الدايجيشن برضو ان ذا ماوس، ابزوربشن ترانسفير اوف فود برودكتس انتو ذا سيركيليشن، دي اللي بنعملها في اللور ايه؟ جاسترونتستينال تراكت.
الاليمينيشنز دي اخر حاجه. يبقى اربعه بروسيس بدايجيشن اند اليمينيشنز اللي هي بتنتهي مع سيجموي، بتبتدي مع الاسندنج كولون. خلاص عرفنا الابندسايتس بتبتدي بيها بتنتهي بيها. طيب الابندسايتس ايه؟ انفلاميشن ليجن اوف ذا فيرميفورم ابندكس. يبقى الديفينيشن بتاعي انفلاماتوري ليجن اوف ذا فيرميفورم ابندكس لوكيتد نير ذا اليوثيكال فالف. definitions inflammatory lesion of the firmiform appendix located near the iliocecal valve can be caused by. ايه اسبابها؟ طبعا حاجات كتيره جدا. يعني احنا من ضمن الاسباب قبل ما نخش في الكوزز بتاعتها عندنا، يعني احنا شغالين مثلا في وقت من السنه من سنتين ثلاثه مثلا شغالين في الجراحات، نفاجئ مثلا ولاد زمايلنا كلهم جايين بيختلف السن طبعا من 9 سنين، من 10 سنين الاعداديه والثانوي، اولى وثانيه كليه، كل المراحل ديت بتيجي بسيمبتومز غريبه جدا مشتركه، ان هم بيجوا سيفير بين. نيجي نلاقيها ايه اللي حصل؟ قالك رابتشرز ايه ابندكس او انفليمد ابندكس. طب ايه سببها يا جماعه؟ طب احنا يعني مستغربين جدا ايه السن دوت ليه؟ يعني ازاي بقى من الاعدادي من الابتدائي لغايه الجامعه؟ مع السؤال طبعا بيننا وبين بعضينا، احنا مش هنقول ان احنا عملناها استوديو ولا عملناها ريسيرش، لا احنا بنسال ايه يعني بالذات زمايلنا معظمهم نلاقيهم مثلا جايين الفجر او بعد ما نروح يرجعوا لنا تاني المستشفى في الحالات بعيالهم جايين وداخلين على عمليات على طول. طبعا بالسؤال طبعا هو لا والله ما بتاكلش شطه، لا ما بياكلوش حاجه، ما بياكلوش غير شيبسي بالشطه او بياكلوا الحاجات المحفوظه ديت. فطبعا فوجئنا ان الحاجات ديت بتساعد على ان يبقى انفليمد الابندكس يعني اكتر من اي حد تاني بياكل هيلثي فود. خلاص ايه الحاجات بقى بتاعتنا اللي بتاثر علينا؟ ليه لو حصل اوكلوجن اوف ذا ليومن اوف ذا ابندكس؟ ايه ازاي بيحصل الاوكلوجنز ديت؟ بيجي منين؟ قالك من هاردنس اوف فيسز نفسها. الستول بيبقى هاردن، انا ما باكلش ما بشربش سوائل كتيره، باكل عيش كتير، ما باكلش حاجات لك ستايف كتير، ما باكلش خضروات، ما باكلش الحاجات اللي فيها الياف زي الخس والكرنب والحاجات اللي والسبانخ والجرجير، الحاجات اللي هي جرين فيجيتابلز ديت اللي هي جرين ليفز اللي هي بنقول عليها الاوراق اللي ذات الورقه ديت زي الملوخيه والحاجات دي، فدي بتدي لي بتعمل لي هاردنت اوف فيسز. خلاص يا اما باي فورين اوبجكتس اور باي كرينكينج اوف ذا ابندكس، ممكن يحصل فيها ان هي متنيه او ان هي ملفوفه حوالين بعضها، فعشان كده حصل اي حاجه سببها يعني طبعا النون الكوز بتاعها النون ليه اللي بيخليها كينج كده او ملفوفه حوالين بعضها. ما اعرفش ممكن يكون فيه مور فاتس، ممكن يكون البودي ويت كبير جدا، بس هي المهم ان هي بيحصل كينج اوف ذا ابندكس بتاثر لي على ايه؟ بتعمل لي امبير سيركيوليشنز واللي هو الريزيستنت تو اورجانيزمز ماشي، فبيحصل لي سهل ان هي يحصل لها انفكشنز. ولو في بالذات لو في اللي هو الباسيلاي او ستريبتوكوك خلاص كده يبقى انا اللي هو ريزيستنت بتقلل لي طبعا ديكريز سيركيوليشنز او امبير سيركيوليشنز، بتبقى مور ايزلي تو ايه او ديكريز ريزيستنت اورجانيزم زي الباسيلاي او الستريبتوكوك. خلاص كده يا جماعه. من ضمن برضو الاسباب بتاعتها small part of the appendix may be edematous or necrotic، يعني بتلاقيها يا اما ورم قوي طبعا ما فيش خالص بقى blood supply ليها مثلا او حصل لها كرينكينج فبيحصل لها يا اما edematous يا اما necrotic or inter appendix may be involved، يا اما بتعمل لي بتخش لي الانتر appendix ديت بتخش لي بعضها او بتعمل لي abscess ليها تاني abscess formation اللي بيحصل اللي بيجي لي بيه العيان بقى بيخش بيجري على العمليات ليه رابتشرز اند بيروتونايتس ديت اللي بخاف منها. يعني دي ممكن يجي لي بيها العيان ودي ممكن تكون الكومبليكيشنز لو انا عملت ديلي دايجنوزس اوف ايه ابندسايتس ليد تو رابتشرز اند بيروتونايتس. ممكن احنا نجيب سؤال على فكره في الحته دي صح، ان انا اقول اللي هي يعني ديلي او دايجنوزس اوف ابندسايتس مي ليد تو كومبليكيشنز از، واحطها 1 2 3 او احطها ماتش. خلاص يبقى رابتشر اند بيروتونايتس. طيب نقول الساين والسيمتومز. طبعا طبيعي كلنا عارفين حتى لو مش شغالين في التمريض بس بنسمع من جيراننا من حوالينا ايه الساين والسيمتومز ساعتها. اول حاجه البين، بيبتدي البين حاجه بسيطه جدا وبعدين مره واحده يطلع فوق ينط يبقى ايه سيفير بين. بيجي لي فين؟ بيجي لي في حته معينه، يعني احنا دايما نحط اصبعنا او 3 صوابع ونعمل ونضغط جامد ونقول للعيان اضغط جامد او امشي ايدي مره واحده، ديت اللي هي الساين والسيمتوم ساعتها اللي مشهور قوي الدايجنوزز بتاعها.
pain in the umbilical area and throughout the abdominal then become localized at the right lower quadrant. Right lower quadrant. خلاص بيجيلي في الامبلايكال في الامبلايكال اريا specifically at the McBurney points. دي اللي احنا بنحط عليها تلات صوابعنا بتاعتنا. McBurney points ديت بتبقى فين بالظبط؟ بجيبها من عند الهرني من عند الامبلايكس من عند اخش احط ايدي كده الامبلايكس وامشي واحط عند الالياك فوسا كريست. عارفين الالياك فوسا اللي هي العظمه بتاعتنا بتاعت الايه الهيبون بينهم في النص بالظبط بينهم ديت اسمها McBurney point. خلاص احط الثلاث صوابع بتوعي ومعامله دي بريشرز وشايل ايدي مره واحده ديت اسمها McBurney point. ديت مشهوره جدا في الايه في التشخيص بتاع الابنسايتس طبعا نوزيا وفوميتنج طبعا وانروكزيا مش قادر مش مستحمل حاجه دايركت تندرنس اند ريباوند تندرنس ان ذا رايت ان ذا رايت لور كوادرنت طبعا في ابدومينال ماسل ريجيديتي. علشان كده وانا باجي بفحص او بعمل اكزامينيشنز بخلي الابدومن ريلاكسد بخلي يتني ما بخلي يتني الصاي بتاعه بخلي يتني الني قلتني ربطك بحيث ان انا الماسلز ما تبقاش ريجيد قوي عشان تبقى لاكس شويه اعرف اعمل ايه التست بتاعي واعمل الاكزامينيشن. خلاص طبعا لو عملت اول حاجه بنعملها بقوم واخده السي بي سي بتاعه الاقي انكريز الوايت بلاد سيلز طبعا نيتروفيليا كاونت طبعا اب 5 اللي هي كل الحاجات الاجينست انفليميشنز بس هي مشهوره طبعا مع بقيه الساينوس سيمتومز مش معنى الوايت بلاد سيلز عاليه ونيتروفيليا كاونت اب 75% هقول اه خلاص ده كده العيان ده عنده زايد لا اكمل بقيه الساينوس سيمتومز والتست بتاعي اللي احنا بنقول عليه McBurney points وطبعا بتني رجليه الاول كده واشوف انا بتني رجليه وابتدي الف رجليه هيشتكي مع الكريست عندي في الاليا كريست كده بوينت هيقول ان في بين ولا لا. طبعا الفيفر بتزيد طبعا وبتوصل لغايه الايه 39 طبعا الريسبيريشن والبالس ريت بيعلى طبعا ريجيديتي اوف ذا وول ابدومين مي انديكيتد رابتشرز اند بروتونايتس. لو انا حسيت في الريجيديتي ديت يبقى انا اخاف جدا ان يكون في رابتشر بروتونايتس. في الصوره ديت هشوف McBurney point اهيت شايفينها النقطه السوداء اللي بين الامبلايكس وبين الالياك فوسا الانتيريور سوبيريور الالياك سباين اهيت موجوده اللي احنا اللي تحت اللي هي McBurney point. بشوف السيكم بتاعتي بشوف الابندكس يبقى انا في نهايه الابندكس السيكم بتاعتي بتشوف الايه الابندكس هلاين في لمت. خلاص كده ديت الصوره بتوريك فين اللي هي الالياك McBurney point مع الابندكس بتاعتي. خلاص كده يا جماعه الصوره واضحه ولا ايه؟ دي بقى وانا بعمل العمليه شايفين هي الحته انفليمد جدا وبشيلينها دي طبعا دي مش حصل لها رابتشر ولا حاجه هي اول واحده في الصوره اللي هي نمبر ايه اللي ديفايدد بتوين ارتري فورسبسز ان انا بشوفها وبعمل ليجيشنز وببتدي ان انا ايه بربط عليها وهبتدي اعمل كاتنج. خلاص بشوف هنا في النمبر بي بيعمل كراش للابندكس بتاعتي ولايجيتد بشوفها بقى طبعا لايجيتد من الهيد والبيسز بتاعتها وابتدي اعمل السيتشرز بتاعتي الزيت سيتشرز اللي انا ببتدي اربط بيها بعمل اللايجيشنز وان انا عشان ما اعملش ايه واقلب الابندكسكتومي بتاعتي واقوم اقفل عليها وادخلها مكانها. خلاص كده ديت البروسيس بتاعتي اللي انا بشيل بيها صورة العملية بتاعتي اللي انا بشيل بيها الابندكسايتس. طيب لو انا هتكلم بقى على الميديكال مانجمنت من الاول خالص قبل العمليه انا جبت لكم صوره العمليه طب من الاول خالص ميديكال مانجمنت ايه اللي بيحصل؟ طبعا بعمل ميجرمنت للفيتال ساينز بشوف التمبريتشرز ما بديش انالجيسيك للعيان خالص خالص ادي اول حاجه لو انا شفت التست بتاع McBurney ديت بوينتس وشفت الوايت بلاد سيلز وكده ما جيش اقول له طب بص انت يمكن عندك عايز تعمل حمام او انت عشان بطنك ناشفه قوي يبقى انت القولون عندك في حاجه اعمل لك بقى اقول لك خد ملينات واعمل لك حقنه شرجيه وتبقى زي الفل لا ما ينفعش مفتيش. اهم حاجه في الميديكال مانجمنت او المشاكك فيها ان هي ابنسايتس كونترا انديكيشن وده اعتقد سؤال امتحان سهل خالص يعني هو ده انا بقول عليه لك ستايف الانيما and the hit applications should never be given never be given for patient with suspected or no appendicitis.
طبعا ما جيش اعمل لك ستايب اساسا. هو في يعني شرينكينج، انا ما اعرفش اذا كانت الابندس نفسها في شرينكينج ملفوفه، ولا في حاجه اوكوليتد ليها، حاجه سداها، ولا ايه المشكله بالظبط، ولا حصل لها بروفريشنز. انا اخاف. فطبعا من ضمن الكونترا انديكيشن لك ستايبز والانيما، طبعا الهيت ابليكيشن عشان ما ازودش الايه البلاد سبلاي ليها وازود انفلاميشن. خلاص كده، او ممكن ما ساعدش ان هي تعمل رابتشرز اكتر. خلاص يبقى دي اول حاجة بخلي بالي منها. طبعا لو انا وصلت مرحلة السيرجري وخلاص وعملت كونفيرمت للدياجنوزس ان ديت ابنسايتس، يبقى انا بعمل السيرجري، بعمل ابندسكتومي as soon as possible عشان برضو to avoid ruptures with suspected peritonitis. طبعا بدي انتي بوديز قبل العملية وبعد العملية، بدي الانالجيسيك بعد ما بعملها، ببتدي بعمل الميديكال مانجمنت البري وبوست وديورينج اوبريشنز. طبعا ماليش دعوة بالنيرسينج، انا بتكلم دلوقتي على الميديكال. بياخد انتي بايوتيك، بياخد بروفلاكتيك انتي بايوتيك بيفور سيرجري، بياخد في العملية، بيخرج بعد العملية 48 ساعة بياخد انتي بايوتيك، بيبتدي ياخد حاجة انالجيسيك، ببتدي ان انا اشوف الانتستاينال ساوند اسمعها واطمن عليه، وابتدي اشوف بس فليتس ولا لا. كل الحاجات دي كلها الدكتور بيعملها. خلاص ما بستناش عليها اقولها اجلها واخد حاجة، لا خلاص انا ظهرت عندي 1 2 3 ساين وسيمتومز، اقول اه ده العيان ده ابنسايتس. طب النيرسينج مانجمنت براحتكم، عايزين تقسموها نيرسينج بروسيس، عايزين تقسموها بري وانترا وبوست اوبريشن اوبريتيف، زي ما انتوا عايزين. عايزين تحطوها النيرسينج دايجنوزيس والنيرسينج بلاننج والبلان والاوبجكتيف والانترفينشن والاوتكم براحتكم، بس المهم تبقوا انتوا عارفين بتقولوا ايه وليه. هناخد ايه؟ هناخد الساين والسيمتومز، هناخد البريديسبوزينج فاكتورز. ايه البريديسبوزينج فاكتور عندي؟ لو انا عندي كونستيبيشنز، العيان عندي كونستيبيشنز، لو بياكل حاجه الريكورنت كونستيبيشنز مثلا، لو طب بعمل اسيسمنت واشوف الكوز اوف كونستيبيشنز ايه. لو بياكل طبعا الحاجات اللي هي البيرنينج فود كده او السبايسي فود نقوله يقللها شويه. لو في الهيستوري بتاعه، كل الحاجات دي كلها ممكن نتكلم فيها. طبعا لو في ريكورنت ابدومينال رول الكوادرنت الرايت كوادرنت ابدومينال بين، ابتدي اقول له اعمل اسيسمنت واقول له صوره دم، مش استنى لغايه ما يجي لي سيفير. طبعا بري اوبريتيف كير، طبعا بيد ريست، بعمل بليس بيشنت اون طبعا ناثينج برموس خالص ان بي او، طبعا عشان لو انا هحضره العمليات الانترافينوس فلويد، بعمل ايس باك علشان اقلل شويه الوجع على بال ما اخلص التحاليل واساعده. طبعا ما احطش خالص نو هيت ابلكيشنز عشان ما ازودش السيركيليشن والكونجيشن. خلاص بوست اوبريتيف بقى جنرال بوست اوبريتيف كير وفود بيرميتد وين بريزيستنت، ايه لما اشوف البريستاليسيز ريتيرن، اشوف الحركه بتاعه الامعاء رجعت ولا لا. بس كده؟ لا مش بس كده، مش دوت اللي انا جبتهم هنا في الباوربوينت يبقى خلاص هي كده النيرسينج مانجمنت خلصت. لا انا قايلين ان احنا ممكن نحط كتير ونتكلم، وفي عندنا في الكتاب اكتر منها. طبعا بشوف الانتي بايوتيك بتاعي بديهوله، ببتدي بديله انترافينوس فلود، بعمل لها نيرسينج كير، ببتدي بسمع الانتستاينال واشوف الانتستاينال ساوند او البرازيستل ريتيرن بتاعتي ساوند رجعت ليها ولا لا، واسمع الساوند بتاعتها. ابتدي هانكورج البيشنت ان هو تو ووكينج وتو اكسرسايز عشان طبعا تو بريفنت دي فينوس ثرومبوزس الكومبليكيشن بتاع البوست اوبريتيف زي ما احنا قايلين قبل كده في البري اوبريتيف نيرسينج مانجمنت. هشوف الفيتال ساينز، هشوف الهارت ريت، هشوف النوزيا والفوميتنج، طبعا هخليه قاعده سيمي سيتنج بوزيشنز. كل الحاجات دي بتاعتنا في النيرسينج مانجمنت بتاع الايه بتاعه الابنسايتس. تمام كده معايا؟ بس كده احنا خلصنا الابنسايتس، هنتكلم على الهيمورويدز. طبعا يعني دي هيمورويدز، دي اكسترنال هيمورويدز وانفليم، دي اكسترنال هيمورويدز ماشي. دي الصوره بتاعتنا في الوش كده، انا عارفه اتخضيته من منظرها ماشي، بس دي الساين ديت لو انا باجي بعمل اسيسمنت فانا جايباها ظاهره قوي، لان ما بتبقاش ساعات معظم الاوقات بتبقى بالمنظر ده. ديت طبعا ميكسد هيمورويدز، طبعا اكسترنال هيمورويدز. ايه الهيمورويدز ديت؟ عارفينها؟ طيب الهيمورويدز ديت دايليتد هيمورويدال فين. شوف الهيمورويد فين بتاعي بيبقى دايليتد، ليها اسباب كتيره جدا طبعا، حاجات تبقى يا اما حاجه هيريديتي فاكتورز، يا اما حاجه كونجينيتال، يا اما حاجه طبعا اكوايرد مثلا زي البريجنانسي لو حاجه كرونيك ديزيز او كرونيك كونستيبيشنز. كل الحاجات دي كلها بتاثر معايا، يبقى دايليتد هيمورويدال فينز.
زي may be internal occurring above the internal sphincter يا اما above اللي احنا بنقول عليها internal or external occurring outside the external sphincter. خلاص كده الهيمورويدز مالها usually appear in adult 22-50 years of age. ممكن من 20 لـ50 سنة بتظهر. طبعا مش هنقول الميل اكتر ولا الفيميل اكتر، هي عموما بتبقى موجودة في الميل، علشان طبعا لو هو هيفي سيجرتس، ولو هو مثلا شغلته كده بيرنينج، ان هو مثلا شغال بيشيل حاجات تقيلة، او لو هما مثلا سواقين قاعدين كتير معظم الوقت، والفيميل علشان طبعا قاعدين عشان البريجنانسي، علشان لو احنا شغالين حد برضو قاعد شغال مثلا اعمال كتابية او الحاجات دي كلها. خلاص فهي النسبة دي بتيجي ودي بتيجي. طب البريديسبوزنج فاكتورز بتظهر فين؟ increasing intra-abdominal pressures ده السبب الأساسي ليها، causes encouragement in the vascular tissue lining in the anal canals. يبقى دي أول حاجة اللي بتسبب لي من ضمن الحاجات اللي بتزودها لي increase intra-abdominal pressures. زي إيه بقى؟ pregnancy طبعا، الستريننج اد ديفيكيشن زي ما بيجي بعمل، لو في كونستيبيشن او انا بعمل حمام او باكل شطه او باكل الحاجات السبايسي ديت، ببتدي بعمل ستريننج بحزق قوي يعني، ستريننج اد ديفيكيشن والكرونيك كونستيبيشن، كوفينج اور سنيزنج لو حد على طول بيكح كتير كتير مثلا اللي زي اللي بيشربوا سجاير فبتاثر عليها. طبعا بيبقى في ديسبوزنج فاكتورز تاني اللي هي الويكنس في المسلز نفسها، في الفينز نفسه بيبقى في يعني مش انتاكت قوي يعني. prolonged sitting or standing, loss of muscles tone due to age, inner intercourse. لو هنعمل inner intercourse طبعا دي من ضمن الحاجات الكونترا انديكيشن او كومبليكيتد اللي بيحصل يعني فيها مشاكل. خلاص دي صورة الانترنال هيمرويدز اهيت ولا الاكسترنال هيمرويدز. في صورة تانية انا عندي ممكن ثلاثة برضو من اللي هي types of hemorrhoid، external hemorrhoid وinternal، وفي mixed بيبقى بالاتنين زي الصورة اللي هي في الاول خالص ديت بتبقى mixed hemorrhoid باينة كده. معايا ماشيين معايا كده؟ طيب هنبتدي نتكلم على clinical manifestations. لو حد يعني حد سمع كده الهيمرويدز او البايلز ديت، هي بنقول عليها بايلز او هيمرويدز الاتنين مع بعض، هي الكومن او اللي بينا بقى في المستشفى كلنا بنقول ان البيشنت بايلز عنده بواسير يعني. الكلينيكال مانيفيستاشنز اهم حاجه فيها ريكتال بليدنج، بيبتدي فيه ريكتال بليدنج كده، طبعا بيبقى فريش مش كلوتد مش اولد مش باد اودر، هو فريش طبعا، بيجي ديورينج ديفيكيشنز او بعده، ممكن يبقى كده يبقى فيه دريبز باينه ان بعد ديفيكيشنز او في التواليت نفسه بعد ما يخلص يبقى فيه بليدنج كده. طبعا كاركتر الكاركترز بتاعه فريش بلاد، ريد فريش بلاد، نوت كلوتد نوت بلاك، تمام؟ عشان دي من ضمن الحاجات اللي بتفرق معايا. انا ما بيجي العيان بقول لك انا بجيب دم بعد ما بخلص، او بلاقي فيه دم في الاندر وير في الحاجه بتاعته في الغيرات بتاعته، اساله لونه ايه، يبقى انا تفرق معايا قوي. الكالرز بتاعه بيبقى فريش بلاد طبعا ديورينج ديفيكيشنز اور موست اور بوست. طبعا حاجه تانية فيزابل اند بالبابل ماس. انا عندي في الستيجز بتاعت الانترنال بايلز او الانترنال هيمرويدز انا عندي ليها اربع مراحل، في اللي هي اللي بتبقى انفيزابل ما فيش مشاكل فيها، في اللي هي بتبقى ما بيحصل فيها بتحصل فيها بتكبر حجمها مع الفين نفسه بيكبر بيتاثر مع ديفيكيشنز مع الهارد ستول، كل ما بيعمل ديفيكيشنز بيحصل بروتروجن زياده بتطلع بره زياده اكتر بتخرج معاه، دي من اول مرحله بتخرج مع الديفيكيشنز، تاني مرحله بتخرج مع الديفيكيشنز وبترجع مكانها. الثيرد ديجري بتاعت الانترنال هيمرويدز بيخرج بعد الديفيكيشنز بيخرج، بس سهل ان انا بعمل له ريتيرن بالفينجرز باي فينجرز كده في الاكزامينيشنز بتاعي برجعه بيرجع مكانها. الرابع مرحله ليها ان هي بتنزل بعد الديفيكيشنز وبتفضل البالبولز او باينه او فيزابلز بين الهيمرويد انترنال هيمرويدز ديت بتبقى باينه بعد ما بيخرج، تمام؟ ما بترجعش تاني معايا يعني، انا اول مره ما بتظهرش، بعد كده بتظهر الهيمرويد ديت بتاني مرحله بتظهر ساعه الديفيكيشنز وبترجع لوحدها. التالت مرحله ان هي بترجع وانا بعملها ريتيرن باي فينجرز او ديورينج الاكزامينيشنز، اخر مرحله اللي هي بترجع وبتفضل مكانها.
طبعا بسبب الفينز دوت، الهيمورويدال الفينز دوت، اما بيحصل له بيحصل مع الهارد ستول او الديفيكيشنز، بيحصل ان الاتشنج، تحس ان هو طول ما هو قاعد عايز يخرج من جوه، يقولك حاجه بتاكلني جوه. تمام. طبعا بسبب ان الاتشنج ديت او الهارد ستول بيعمل لي انفكشن او التريشنز الميوكس ديسشارج، طبعا بيحصل لي الميوكس ديسشارج خلاص، بحس ان بالتاني بيقول لك ان انا بشوف دريبس كده للديسشارج نازل، بيبتدي الاول اللون بتاعه اللي هو الميوكس دوت، وبعد كده يبتدي اللي هو يبقى بلادي. طبعا في بين الانترنال هيمرويدز ما بتعملش بين في الاكزامينشنز بتاعه، ولا بيشتكي بيها من بين، لكن الاكسترنال هيمرويدز بيبقى فيه بين. طبعا كونستيبيشنز سنسيشن فور كومبليت فيكال ايفوكيشنز، يقول لك انا عايز اعمل حمام مش عارف اكمل، يبقى يعني الاحساس بتاعه يقول لك طبعا incomplete fecal evacuations، مش عارفه افضي، مش عارفه اخلص، عايز احسس ان انا عايزه اقعد تاني بس مش عارف، ما فيش حاجه يعني مش قادر اقعد من كتر البين، من كتر الهارد ستور، كل الحاجات دي كلها. تمام. طيب ايه بقى diagnostic measures بتاعتي اللي انا بعملها؟ طبعا البيشنت كومبلين والهيستوري والاسسمنت والاكسترنال اكزامينيشنز، ببتدي ان انا بقعده على جنبه واخليه يبقى لاكس شويه، وابتدي اشوف الاكزامينيشنز بتاعه واقول له طبعا خد نفس جامد او كح، يعني بخليه انكريز انتر ابدومينال بريشرز، واشوف كده لو في حاجه تانية تظهر معايا، لو البروتروجنز يظهر او حاجه بتظهر معايا، بعمل سيجمويتسكوبي، بعمل انسكوبي، بعمل بروكتو سيجمويتسكوبي، برضو ممكن بشخصها من خلال الكولونسكوبي او اللور سيجمويتسكوبي بتاعنا اللي احنا ممكن نشخصها بيه، بعمل باريوم انيما، ببتدي اشوفها تانية لو انا عامل كولونسكوبي، بعمل باريوم انيما واشوف تو رول اوت سيريوس كولونيك ليجنز كوزينج ريكتال بليدنج. طبعا بريم انيما ديت علشان تظهر لي لو في حصل لي روجنز او ليجنز بسبب الايه الريكتال بليدنج ديت، او سبب الريكتال بليدنج ايه، يعني ممكن تكون حاجه ان انا استبعد رول اوت مور سيريوس كولونيك ليجنز، ان انا استبعد الاول ان يكون حاجه راجعه للكولون نفسه مش البليدنج ديت بالريكتال. تمام كده. طيب الميديكال مانجمنت، عندي ميديكال مانجمنت، ببتدي النون فارماكولوجيكال انترفينشنز، ببتدي بعد كده الفارماكولوجيكال انترفينشن، وممكن الجا في الاخر حسب الستيجز وحسب البيشنت كونديشنز هبتدي اخش السيرجيكال انترفينشن. طبعا احنا قلنا البريديسبوزنج فاكتورز اللي هي لونج ستاندنج، لونج سيتنج تايمز، شغلتنا لو الناس اللي هي بتشيل احمال كتيره مثلا زي العمال اللي هم اللي شغالين في الورش، اللي شغالين في المصانع، اللي هم اللي بيبنوا في العماير والبيوت، اللي هي هيفي وركس، الهيفي وركس دي بتبقى انكريز انترنال بريشرز. طبعا الاولد ايج، البريجننت زي ما احنا قلنا، انا باخد البريديسبوزنج فاكتور ديت واشتغل عليها، اشتغل عليها في الاول ميديكال مانجمنت اللي هي هيلث ستيتشنج او البريفنشنز اللي احنا بنقول عليها او النون فارماكولوجيكال انترفينشنز. طبعا ببتدي اشوف الدايت بتاعتي، اخد طبعا الهيلث دايت، اشوف حاجه اخد اللي هي الفايبرز دايت، الهاي فايبر دايت زي ما احنا قلنا، كل اللي هي الجرين ليفلت ديت اللي هي الاوراق الخضراء زي الملوخيه زي الجرجير زي الكرنب زي الخس، الحاجات دي كلها بتبقى لاكس تايب وبتساعد على الانتستاينال موفمنت او الايه حركه الكولون نفسه. تمام كده. ببتدي ان انا منتين ريكومبنت بوزيشنز، ريكومبنت بوزيشن ليه؟ تو ريليف بريشرز واديما البرولابس. يبقى انا بشوف عندي الـ بخليه ما يقعدش، مخلهوش يقعد، اخليه ينام على جنبه، وابتدي ابقى في ريليف بريشرز الاديما ديت ما يضغطش على البايلز نفسه، على الهيمرويدز او على النيرف نفسه. تمام كده. طبعا كونسيوم ريجولر هاي فايبر زي ما انا قلت، بروموت باول موفمنت وزاوت ستريننج، ما بقاش في انترنال ستريننج، انكريز الفلود انتيك طبعا عشان تبقى مور سوفتنر، تبقى طريه شويه الاسطول ما يبقاش ريجيد قوي ولا رف، يبقى يخليه شويه مور سوفتنر. ابلاي كولد باكس ات ذا اونست اوف بين، ساعه الوجع احط البين الكولد باكس علشان يقلل لي شويه البين، مش في اي ديجري طبعا، مش مشاجي مع العيان في يكون عنده هيفي بليدنج واقول له اعمل بقى حمام واقعد في كمادات واعمل كمادات، لا انا حسب الديجري بتاعته بقول له يقعد في 6 باز
باصص. يعني ايه سيتس باصص؟ يقعد في حمام ميه، يملى الطبق كده ميه او ميه دافيه ويقعد فيها. ديت لو كان في الايرلي ستيج، ما يجيش في الاند ستيج وفي عندي على طول بليدنج شغال عنده او سيفير بليدنج، واقول له اقعد بقى في السيتس باصص ديت وحط ميه سخنه اقعد فيها. لا، انا ببتدي احط ابلاي كولد باكس في الاونست اوف بين علشان يعمل لي شويه فازو كونستراكشنز وديكريز البلاد سبلاي فيقلل البين شويه. بعد كده بحط زين لوكال مويست هيت اند سيتس باسيس ديت زي ما انا قلت في الفيرست ستيج، واقول له اقعد في حمام ميه قبل الحمام، قبل ما تخش تعمل حمام، علشان تو ريليف كونتينيك ديسكومفورت وعشان اعمل ماس ريلاكسنت. تمام كده. يوز فلوتيشنز باد تو انكريز كومفورت وايل سيتنج ان بيد اور اون تشيرز. ما يقعدش على حاجه ريجيد، ما يقعدش على حاجه ناشفه، يعمل حاجه فلوتنج باد زي اللي احنا بنقول عليها العوامات. عارفين العوامه ديت اللي بنعملها او الاطار بتاع العربيه؟ هي دي اللي بنعملها، بتبقى حاجه طريه طبعا، نزل طبعا، ما بقتش فلوتنج باد كده زي بنقول هنجيب عوامه ونلف عليها، لا، بقت في حاجه سوفت تيشو كده بتبقى طريه خالص وما بت ما بتبقى ما بتعملش حراره. بتتباع دلوقتي في الادوات الطبيه، محل اللي هو المستلزمات الطبيه، علشان الناس اللي هو الفاتي بتقعد عليه او البيد ريدن، او لو انا حد مثلا امبرد او حد ما بيتحركش او عنده باراليسيز او هيميبليجيا، فالفلوتيشنز باد ديت بتقعد بيقعد عليها بحيث ان انا ما تعمليش الامرويد، وفي نفس الوقت ايه ما تعمليش البيت سورز او الالسرز. خلاص. فورس رومبوز هيمرويدز، بالنسبه بقى اللي هي الثرومبوز هيمرويدز ديت اللي هو هي طالعه وحاسه بقى ان هي فعلا خرجت برزت جامد جدا، بتدي تظهر يعني ثرومبوز ديت، فبتدي اعمل ابلاي كولد باكس انيشالي وبعدين احط ايه الهيت. خلاص زي ما احنا قلنا. تمام كده. يبقى انا ازاي انا بعمل ميديكال مانجمنت؟ هي دي الحاجات الاولانيه طبعا، والاكسرسايز والدايت وما اخدش الحاجات اللي هي السبايسي اللي ما تعمل لي كونستيبيشنز، وكل الحاجات دي كلها برضو بنقولها. طب الفارماكولوجيكال انترفينشنز، باخد طبعا بدي بقى حاجات سوفت ستون ستول سوفتنرز. خلاص. يوز بالك فورمينج لاكستايف، طبعا بديله طبعا حاجه زي اللاكتولوز او حاجه زي كده. لو ما فيش اقول له خلاص، يعني لو واحد بقى خلاص مش قادر والكونستيبيشنز وفي ريجيد ستولز، اقول له خلاص ممكن تاخد شويه زيت، حط شويه زيت على الجبنه على السلطه اي حاجه لاكستايفز، ان هي بتقلل لي شويه الكونستيبيشنز ديت. طبعا بعمل كمادات وبحط ابلاي اونتمنت وكريمز زي اللي احنا بنقول عليه الجنوكايين ديت، حاجه بتبقى مخدره شويه ريليف المودريت بين وتقلل الاتشنج شويه. برضو لو ما فيش احنا يعني في اقل ظروف، لو حصل بقى في بيتنا احنا وحوالينا، بقول له خلاص حاجه برضو زي بدل الاونتمنت، او انت لو مش موجود عندك برضو ممكن تدهن زيت زيتون او الحاجات دي. دي احنا بنقولها يعني من خلال مثلا انا وقت اتزنقت فيه بالليل، او حد اتصل بيا في وقت متاخر وما فيش لا صيدليات، او زي ما احنا فيه دلوقتي في حظر تجوال، او ما في ايا كانت الظروف، بيبقى انا عندي البديل. انا كل اللي انا عايزاه ايه؟ عايزه لاكستايف اويل، خلاص الاويل عندك في البيت، اتصرف زي ما انت عايز. ابلاي اونتمنت او كريمز، حاجه تعمل لي ديكريز الاتشنج، وبرده تعمل لي المودريت او ريليف البينز معايا ديت، بحيث ان هي ما تريحني شويه وتهلل تقلل الوجع اللي معايا. برده ابلاي اونتمنت لو مش عندك، يبقى حط برده ايه زيت، مش هيجرى حاجه. خلاص. دي بالنسبه اللي هي الفارماكولوجيكال انترفينشنز، دي غير الهيد ستيتشنج، غير النيرسينج مانجمنت بتاعتنا. طيب السيرجيكال مانجمنت، طبعا السيرجيكال مانجمنت طبعا امتى ببتدي؟ لو في مش ببتدي بيها على طول، لا انا ببتدي بيها بنتهي بيها لما يكون في برولونجد بليدنج، في ديسيبلد بين مش قادر يتحمل البين طبعا، انتلوربل ايتشنج مش قادر، الايتشنج انتلوربل مش غير محتمل، البرولابس بقى طبعا لو حصل ان هي ايه عمل لها برولابس تاني او بترجع تاني او ايه او بتاثر ابتدت تعمل لي كومبليكيشنز بتاعتها. تمام كده. طيب سبيشال سيرجيكال بروسيجرز، طبعا انا ما باجي بعمل ريموف او اكتومي للايه للهيمرويدز ديت، يبقى انا عندي بعمل هيمرويد اكتومي، سيرجيكال ريموف للهيمرويدز، طبعا بعمل سكلروزنج اوف هيمرويدز، انجكشن اوف ذا سب ميوكاس تيشو اراوند ذا هيمرويد تيشو ويتش كوز شرينكينج اوف ذا تيشو، ان انا ببتدي بحقنها
بحقن الهيمرويدز ديت بحيث ان انا اخليها تنشف وما اشيلهاش بس تنشف مكانها وما تبقى شرينكينج تجف كده. تمام. في تاني ان انا بعمل ايه، رابر باندنج ديت الاستيك باند ليجيشنز اللي احنا بنقول عليه بتاع البواسير دوت، بيلبسوا بكذا حاجه مع بعض سيفرال باندز توجيزرز ابيس اوف مودريت سايز هيموريدج، بيعمل ايه، بيبقى كوزنج انتربشنز اوف ذا بلاد سبلاي اند انفاركشنز اوف ذا هيمورويدز بيفور سلوجنج اوف. قبل ما بتجي حاجه بترفعها، يعني اكنها بترفعها او ما بتخليهاش تتعبني مع القعده، بيبقى طاي طبعا رابر باندنج او الاستيك باند، بيبقى رباط يعني الاستيك باند بيبقى رفعها شويه حيشها. وممكن تاني انا بحقنها زي ما انا بقولت اللي هو سكلروزنج، ممكن بنعملها بالمنظار او بيعملها سيرجري دي او دي بتتعمل. خلاص يبقى الهيموريدكتومي ديت اللي هي الموست كومن عندنا مع اللي هو السكلروزنج ديت اوف هيمورويد ان انا بحقنها. ايه الكومبليكيشن اوف هيمورويد من اللي احنا قلناه ده كله؟ طبعا لو سيفير بليدنج هيعمل لي هيمريدج، هيبقى ريزلت ايه عنه الانيميا. انكونتيننس مش قادر طبعا، يعني هو ماسك نفسه جامد او مش قادر، ممكن تاثر على الكونتيننس النيرف نفسه يتافكت بيه. برولابس اند سترانجليشنز بيحصل لها اختناق، بتخرج جامد وبيحصل لها سترانجليشنز بتتخنق. ثرومبوزس اوف ذا هيمرويدز بيحصل ثرومبوزس او ايه بيأثر عليها بعد البرولابس ديت بيحصل لها ثرومبوزس خلاص غير الاسترانجليشن ديت. تمام كده. طيب النيرسينج انترفينشن بقى هنقعد نحكي كلمه تاني، هشوف السانو سيمتومز، هشوف البريسبوزنج فاكتورز، هبتدي هدي البريفنشنز بتاعتي والهيلث ايدوكيشنز على الدايت على الاكسرسايز كل اللي احنا قلناه تاني الاكستايف كونسل ذا بيشنت، احنا قلنا الايت فايبرز كونتيننج دوت كونتيننج فود، ريمايند كلاينت نوت تو سيت اون ذا تويليت لونجر ذان نيسيسري. يعني في ناس كده تخش الحمام وتقعد تسرح فيه بالساعات او تاخد تستنى بقى وقت ما يجي لها حمام، تقول لك اصل انا مش عارفه اقوم مش عارفه اقعد كتر القعده في التواليت ديت، قعده التواليت مع البوزيشنز بتاع الاسترينينج، انك انت تاخدي الاسترينينج بتاعنا دوت البوزيشنز بتاعي بيحصل امبير البلاد فلو والبوتس ادد بريشرز اون ذا انر فيسلز، فبيأثر لي ان بيزود لي الايه الشانس بتاعت اللي يحصل الانهانسنج بتاعت الايه الهيمرويدز نفسها او ان هي تتكرر الهيمرويدز نفسها او ان هي تحدث يعني حدوث الهيمرويدز ابايلز. خلاص. طيب لو انا عندي بقى السيرجيكال بيشنت، طبعا لو سيرجيكال بيشنت ببتدي اعمل بريباريشنز ليه، ببتدي طبعا يعني ان بي او ما بياكلش حاجه خالص، ببتدي طبعا اعمل له اخد حاجه لك ستايف عشان تنزل حاجات وتعمل لي كلين الابدومن كافيتي، ببتدي بعمل بريباريشنز واشوف البليدنج واشوف الاماونت بتاع البليدنج واحط البادز واعرف هو بيعمل بليدنج قد ايه على احسن يخش مني في هيمرج. طبعا اشوف الفيتال ساينز طبعا كل الحاجات دي كلها، بتدي البوزيشنز بتاعه افويد السيتنج بوزيشنز وما يبقاش حاجه ريجيد قاعد عليها، بخليه طبعا على الريكومبنت بوزيشنز على جنبه واخلي الليج نفسها ما بخليهاش فلات، اخليها متنيها شويه اللي هي بيبقى متنيه شويه بحيث ان انا ما اعملش يعني ما اعملش ستريس او ما اقفلش على البليدنج ديت، بحيث ان انا اريح الماسلز نفسها ببقى ريلاكسد ما بقاش شادد نفسي قوي. طبعا بدي انالجيسيك بعمل سبورت ديت في الاول واعمل البريبير البيشنت الاوبريشنز سايت، بعمل كليننج ليها، ببتدي اعمل لها ديس انفكشنز ليها واخلي بالي منها دي في حاله البري. طب في الديورنج طبعا بشوف بوستوبريتيف، بشوف الدرينج بتاعتي واشوف البليدنج الاماونت اوف بليدنج، لو طبعا طلع اكسسيف واشوف الباد اللي الدكتور بيحطها، اما بيجي يشيل الباد انا بقول له ما يعني انا الدكتور بيبلغني اللي هي الانستراكشنز اللي بعد العمليه، ما بيشيلش الباد على طول وبيقعد بقى في برضو اللي هي سيتنج باس ديت باسز ديت وورم سيتس باس بيقعد فيها وبالراحه خالص، ببتدي اشيل الباد ديت واشوف لو انا عندي درينز او حاطط درينز او دكتور ليه اي تعليمات خاصه بالعمليه
بعمل انالجيسيك واشوف الورم كومبريشنز تروديوس البين او انفلميشنز، طبعا في انتي بايوتيك بتاعي، واشوف الفلويدز بتاعتي لو في انال بادز بغيرها، وبشوف انا بغيرها كم مره، بحط كريمز، بدي سابوزاتريز يعني اف نيديد، طبعا مش بعد العمليه خالص ما اعرفش ادي سابوزاتريز خالص خالص علشان الانجري بتاعي، ما اعرفش العمليه ماشيه ازاي. كل اللي انا بعمله ان انا الميديكيشن از دكتور اوردرز، واحط البادز واحط كريمز والتور ليفل الديسكومفورت ديت، ببتدي اعدل البوزيشنز اللي ريح. طبعا بدي ستول سوفتنر او لاكستاي بتاعي، ريجولار اكسرسايز، وابتدي الهاي فايبر دايت، والافويد ستريننج وكونستبيشنز والحاجات دي كلها. تمام كده.